السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أعزائي المتابعين، ويسعدنا أن نلتقي بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من لعبة فارمينج سيموليتر 22. احنا في الماب الجديد الأخير اللي لعبنا فيه وشرينا فيه حقول، وكنا سجلنا حلقة بخصوص كيف تعتني بالحقول حقتك أو كيف ترفع كفاءة الحقول حقتك. اوكي، فموضوع حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عن مشكلة نباتات الويد اللي تنبت في الحقول خاصة بعد الزراعة، فراح نعرف أنواعها وكيف نزيحها وش المعدات اللي نحتاج وش المواد اللي راح تزيل الويد أو نباتات الويد الضارة بالحقول نهائيا. فخلوكم معانا وراح نشوف. راح ننتظر معاكم لما يخلص الويد ينبت ونشوف كيف راح نزيحه، وبكذا نكون اليوم نغطي كذا شغلة بالنسبة لكم علشان تستفيدون إن شاء الله أكثر وإحنا كذلك نستفيد. حسب توقعاتي الكثير من عندكم يقول كيف نستصلح، خلصنا من موضوع الاستصلاح. عندكم الحلقة اللي قبل هذه هي كيف ترفع كفاءة الحقول وقت الزراعة، ما قبل الزراعة وبعد ما تتم الزراعة. الآن فيه مرحلة ثانية وهي موضوع الويد. الويد هذا شغلة ثانية، هذه نباتات ضارة تنبت في الحقل وتسبب مشكلة للنباتات الأساسية بأنها تخليها ضعيفة، ما تخليها تنمو نمو صحيح فتعطي إنتاجية ضعيفة. هذه هي كل ما في المشكلة. كيف نزيحها؟ راح نشوف إذا طلعت النباتات هذه اللي هي الويد، راح أوريكم في لها طريقتين للإزاحة، طريقة أول ما تنبت وهي صغيرة، والطريقة الثانية لا، إذا تركت وأصبحت كبيرة فهي تحتاج إلى طريقة أخرى للإزالة. احنا مسرعين الوقت علشان نشوف موضوع الويد ومشاكل الويد. تقريبا خلاص هذا حقل البير اللي خلاص راح يجهز، بس ما هو لنا، ما هو ملكنا. راح نشوف موضوع الويد كيف نتخلص منه الآن. أول شيء نشوف الحقل هذا هل فيه ويد؟ هذا الحقل ما فيه ويد. طيب نشوف الحقل الثاني ما فيه ويد، يعني ما موجود الويد إلا في الحقل اللي هناك. طيب هذا مشكلة مشكلته. راح أكيد نحتاج إلى التعامل مع الويد بطريقة صحيحة. خلاص هذا الويد موجود مثل ما أنا قاعد أشوف الآن من بعيد، فراح نوريك. خلاص الويد موجود، حجمه ميديوم، فإحنا محتاجين نتعامل معاه، ما هو بالسبرايدر، نتعامل معاه بالماكينة. راح نتعامل معاه، فيه ماكينة خاصة تزيح إن شاء الله أنها موجودة عندنا، يسمونها الويدر.
راح نروح الى التاجر ونجيب الويدر، احتمال ناخذه اجار، ما راح نتكلف كثير. اتمنى اني احفظ مكان التاجر بصراحة الى الان في الـ في الـ في الماب هذا ما حفظت مكان التاجر 100%. شوف عندنا الحقل هذا اللي جنبنا ويد بحجم كبير، الحقول الاثنين هم الويد بحجم كبير، شوف حجم مرة. فهنا شوف معطينا الهاربسايد. الهاربسايد هي طريقة علاج. ايش الهاربسايد؟ الهاربسايد لما ندخل عند التاجر راح اوريكم بالضبط وين الهاربسايد. هذا الهاربسايد، شوف هذا ليكويد الهاربسايد، تشتري هذا وترش الحقل. طيب خلنا نشوف في عندنا في الصغير هذا في هاربسايد؟ ما اعتقد فيه، ما يوجد الا في المنطقه دي. خلنا نشوف هنا هل في هاربسايد؟ ما موجود، فيه فقط هذا الصندوق الكبير او هو اللي فيه المتخصص برش الويد. انا راح اشتريه طبعا، ما عندي ويد كبير، لكن علشانكم راح اوريكم، راح اشتري حقل ونشيل الويد الكبير. طيب خلنا نشوف الويدر وينه. عندنا ويدر، هذا الويدر، هذه اجهزة الويدر او مكائن الويدر. طبعا ما راح اخذ ماكينة صغيرة، راح اخذ ماكينة كبيرة تقريبا. هذا عرضه 9 متر، هذا 12 متر، هذا 15 متر. كل ما صار المشين كبير يعني صير فاعليته افضل. هذا 12 متر 9 متر، خلنا نشوف، يعني لا بأس فيه. راح ناخذ ليس. سوري وقفنا في الطريق، عندنا شغل، عندنا شرح. طيب راح نشوف التاجر. طبعا الويدر الأساسية ذي الصغيرة النباتات تنشال بالمشين هذه، بالماكينة هذه اللي الآن معاي. لكن المشكلة الثانية من الويد الكبير، لا يشال بالسبرايدر. هذا الويد يشال أو يزاح بالسبرايدر، وراح ناخذ حقل واحد بعد شوي إن شاء الله. نجيب السبرايدر ونرش الحقل هذا ونشوف كيف راح نتخلص من الويد الكبير. لكن احنا الان راح نشتغل على الحقل اللي فيه ويد صغير. نفتح ونشوف مدى السعة او هل يكفي او ما يكفي. اتوقع ما يكفي. الان راح يكفي مثل ما قلنا من اول، هوي او هي أو هوي 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 اللي هي بالمعدة، ولكن هذاك لا يحتاج إلى مادة. خلاص راح نشيل الآن على طول، شوف على طول تم إزاحة الويد مثل ما أنتم شايفين. لو نقارن بين الجهة هذه والجهة هذه نشوف أنه خلاص انتهى الويد اللي كان مزعج النباتات واللي قد يكون يأثر عليها بعدين في الإنتاجية. نشوف الآن تم إزاحته.
ولكن لازم عن طريق الهوية اللي هي الأجهزة. الهوية هي نفسها معدة يدوية كانت تستخدم، فهم الآن في مكائن هي اللي تقوم بهذا العمل. خلاص راح نبدأ نتركه خليه يشتغل في المكان هذا، راح ناخذ التركتور الثاني وننتقل للتاجر ونشتري الحقل اللي موجود هناك. كان هم استصلحوه، إذا استصلحوه خلاص انتهى يعني كل شيء، لا لسه باقي. راح أشتريه، وين الحقل؟ تقريبا هذا. هذا رقم 19، توقع رقم 19، خلنا نشوف. أيوة رقم 19، راح أشتريه. ونقوم بالعملية. الآن هو الحقل حقلنا صار، علشان طيب راح نستأجر معدة اللي تسمى سبرايدر، هذه فيرتلايز، لا هذه السبرايدر. راح نستأجر السبرايدر، في أنواع كثيرة. هذه سبرايدر صغيرة، أنا مستغرب ليش يعطوني اثنين، أشتري واحد يعطوني اثنين. خلاص يكفي نشتري الكمية هذه. بحكم أن الحقل ما فيه مزروعات فقد يكون ما يعطينا النتيجة اللي احنا نبغاها، لكن أتوقع إن شاء الله راح نحصل على النتيجة بإزاحة هذا الويد. نعمل له فلود، هاي ضخمة، أوب 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 أوب. والله ضخمة. طيب اوه ماي جاد، الى متى انا اشوف هذا الرش؟ شوف شوف الويد الان اصبح لونه خلاص اختفى لونه، شوف اختفى لون الويد. شوف أعطانا الآن الوضع بأن الحقل يحتاج فقط إلى فيرتلايز وانتهى موضوع الويد. لا تقولون لي موجود الويد، خلاص انتهى الويد، الويد انتهى بعد ما تم رشه. هذا راح ياخذ وقت وينتهي الاستاتيوس حقه، لو نجي بكرة نحصله انتهى. نرجع إلى الثاني، ليش وقفت؟ مشكلتك توقف. هذا المفروض ينتهي بسرعة. جدا بسيطة الطريقة، جدا بسيطة. تأخذ لك في سبرايدر ثاني ترى أصغر من هذا، بس ما أنا ما توقعته أنه هذا الصغير يجي حجمه يعني السعة حقته بالطريقة هذه. يرش لك ويد وينتهي. خلاص الآن انتهى وضع الويد من الحقل. أنا ما أنتظرك، لازم تكمل لي الحقل بالكامل. مشكلة مشكلة.
راح نشوف الثاني. اوكي خلاص استمر بالعمل. من المفترض ان احنا ناخذ ويدر كبير يعني جهاز اكبر من هذا، لكن والله انا توقعته انه مرة كبير، لكن للأسف صار يعني راح يشتغل لكن نحتاج وقت. في حقول ما زالت ما تم زراعتها الأسباب، ما أدري ينتظرون شهر تقريبا 5 أو 6 اللي راح يكون فيها حقول ما زالوا ما اشتغلوا. ليه ما كمل يا أخي والله لخبطة. شوف 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 الماكينة ثقيلة عليه، ثقيلة على التراكتور بصراحة. في هذه الحالة احنا نحتاج الى ثقل نحطه للتراكتور ويبتدي يشتغل. الماكينة ثقيلة على التراكتور أتوقع يعني. خلاص بالنسبة لنا احنا بينا اليوم لكم او في هذه الحلقة بينا لكم كيف نزيح الويد عن الحقول. اتمنى ان كانت الحلقة واضحة، واتمنى ان المعدات او بعض المواد المستخدمة لازاحة الويد سواء كان صغير مثل هذا او الويد اذا كان هو كبير بطريقة الرش انها واضحة لكم وتعرفون من وين تجيبونها وتعرفون كيف الطريقة اللي تقومون فيها. اهم شيء اذا كان عندك الويد صغير مثل هذا فاستخدم الماكينة باسرع وقت ممكن عشان تزيحه، ولكن اذا صار عندك الويد كبير فالله يعينك تستخدم الرش، والرش يحتاج الى معدتين يعني معدة تشتريها ومعدة تضيف لها او تستأجرها. بكذا أتمنى إن شاء الله لكم يوم طيب، وأتمنى أنكم تستمتعون بهذه الحلقة. من جيمز كابتشر لكم التحية والشكر على حسن المتابعة، وفي أمان الله.